قال لي مؤسسة، أي مؤسسة في الدولة ما لم تنجز ما هو مطلوب منها يصير تغيير على رأسها، ماهاش هذا حاجة ضرورية معناها، خاطر كما يصيرش هذا يصير تراخي. إذا كان المسؤول على مؤسسة أو وزارة ولا كذا يعرف اللي ما فماش رقابة ما فما حد شيء يصير تراخي، وهذا ما معمول به معناها في العالم أجمع، معناها خاصة في المسائل الحساسة هذه الداخلية والدفاع وإلى آخره، مع وبدون ما يكون للأمر علاقة بشخص المعني بالأمر، معناها مسألة ما عندهاش علاقة بالأشخاص. وإن شاء الله نشوفوا تغييرات معناها أعطت أكلها معناها على أرض الواقع. إن شاء الله. وهذا الناس كلها معناها الناس كلها ما ينجم حد ينكر اللي فما تخوفات من طولت شوية حكاية الشعامبي، شيء طبيعي. يلزم تكون فما نهاية للعمليات العسكرية هذه، وخاصة السكان اللي كنا نسمع بهم تتوقع القرار أن هذيك الأزمة هذه معناها. تمر على خير؟ رأيي اللي تونس بحول الله مش كان الأزمة هذه نتاع جبل الشعامبي، قادرين كشعب تونسي باش نخرجوا من الأزمات هذه الكل بأقل ثمن ممكن، بأقل تكلفة ممكن، خاطر لابد فما ثمن وتكلفة، راه ما نجموش نتجاوزوا الصعوبات هذه وننطلقوا من مرحلة فوضى تقريبا نهار 14 جانفي إلى مرحلة بناء دولة اللي نطمحوا لها الناس كلها بدون التجاذبات والبعض الخسائر وإلى آخره. لكن إلى حد الآن عملنا خطوة هامة بأقل ما يمكن من الخسائر، خاصة كي نشوفوا قارنوا رواحنا مش كان بجيراننا حتى تاريخيا الدول اللي مرت بنفس المسار هذا. أعتقد اللي رغم كل شيء ما عندناش خيار اخر الا النجاح، وهذا الناس كلها راهو حتى اللي قاعدين يرفعوا في سقف المطالب والا مش نقول لك ان في التوترات نهايه السياسيه الامر. من شانها انه لا لا تزيد انا تعمق عندي من قناعه الازمه. اللي الناس كلها راهو في الاخر تعرف اللي مش مسموح من الشعب التونسي مش من اي جهه اخرى للسياسيين باش يوصلوا البلاد لوضعيه صعيبه، دونك في نهايه الامر مضطرين ما عندناش خيار اخر للتحاور وللجلوس على طاولة حوار وللوصول إلى توافق، شرعية توافقية شرعية اللي ولا توافقية نحكي عليها توا إن شاء الله ممكن ما عرفش هذا باش نحكوا فيه أكثر باش الموضوع نحكيو عن فيه بعد. الموضوع. أنت جاريتنا بالحديث باش نحكيو على أسبوع الرحيل وحكومة انتخابات من الطرفين الفرقاء السياسيين كلها اليوم تحكي على الوضع في البلاد التونسية. الجبهة الشعبية وغيرها من الفرقاء السياسيين يدعون إلى اعتصام الرحيل، هو انطلق منذ أيام قليلة ما عناش برشا على إعلان رسمي عن أسبوع الرحيل. قبل ما نرجع لسي كمال سي محمد ضياء الدين بن عمر، نمشي ونشوف رأي بعض السياسيين في اعتصام الرحيل اللي انطلق منذ يومين، وبعد نرجع نكملوا نحكيه في على تداعيات هذا الأسبوع وشنو ينجم يكون السيناريو المقبل، خاصة أنه تم تصريح اليوم قبل السيد علي العريض أنه انطلاق إمكانية انطلاق حوار وطني وتكوين حكومة انتخابات في الإبان. نشوفوا الفتياغ وبعد نرجع. ارحل هي عملية تعبئة لشعار ذو دلالة سياسية، وهو أن كل من عينتهم النهضة على أساس الولاء الحزبي يجب أن يرحلوا. واستغرق منا ذلك بطبيعة الحال حشد وتفسير واجتماعات عامة داخلية وخارجية في كل مناطق الجمهورية نشرح فيها شنو اللي ارحل. ارحل يعني أن كل من نظبته النهضة على رؤوس الإدارة والمرافق العمومية سواء المركزية أو الجهوية يجب أن يرحلوا. شنو المقياس؟ المقياس هو أداؤهم وعدم خدمتهم للشعب واستغراقهم في خدمة مصالح النهضة. ونعطي أمثلة نشوفوا لي برشا معتمديات انغمست برشا انغمست في توزيع مثلا الحظاير اللي هي معروفة آلية للتسكين مهمة، ولكن وقت اللي تولي تتعطى على أساس الولاء مشكلة تولي فيها شراء الذمم. حملة إرحل للولات اللي قاعدين يشريوا في ذمم الناس بما فيهم منافذي جبهة الإنقاذ، تعرف الوضع الاقتصادي صعب، أو خذ بونو كيما عمل سيوالي القيروان، أو خذ بون دو كوموند ونحوه تو نخذ بوند كوموند ونسلخ وجيب الاستقالة وخرجها في الجرائد. استعمال الإدارة العمومية في إدارة الخصومة السياسية وفي تجيش الناس لصالحك وفي التصدي لي معناتها حراك سياسي شعبي مدني سلمي، هذا بطبيعة الحال يؤكد الفكرة هذه. من يطرح الرحيل للحكومة أو المجلس التأسيسي هم ناس واهمون وفاشلون ولن يفلحوا في هذا المسار، هم فشلوا سابقا وفشلوا الآن وسيفشلون في المستقبل. أسبوع الرحيل مش يتواصل حتى الإطاحة بالحكومة، الأهداف نتاعو توا على مستوى معناها جهوي ومحلي، هو يستهدف
المسؤولين اللي تم تنصيبهم على رأس الولايات والمعتمديات وفي الإدارات الجهوية للمصالح الوزارية وكذلك في المنشآت العمومية وفي النيابات الخصوصية اللي تم تنصيبهم على قاعدة الولاء الحزبي لحركتنا، وللناس هذوما لا كفاءة ولا خبرة ولا تجربة ولا مقدرة على التسيير معناها تنجم تقول الحوكمة معناها اللي تفترضها المسؤوليات هذه. هذه أعلان بالنسبة لنا أعلان على انقلاب على المسار الانتقال الديمقراطي. بالطبيعة ثم أزمة هي وقعت في البلاد، أزمة أمنية بالأساس، لأن ما سمعناش قبل، ما نعرفش أنت حتى كانت صحفي صحيح أنت المفروض تكون محايد، لكن تنجم تعطيني معطى على الأقل موضوعي نجم نحكم عليه. ما سمعناش قبل أختي سيد الله يرحمه الشهيد محمد البراهمي يحكيوا على فشل الحكومة. سمعت؟ سمعتش بكل حتى أنا في المجلس ما سمعتش. مش لاهين بالحكومة وقتها، لاهين بالانتخابات على قريب، نحضروا في الهيئة بتاع الانتخابات، لاهين نعملوا في معركتنا على الدستور اللي فيه بعض الإلغام اللي احنا طلبنا باش يقع إلغائها، وتمت بتبيع الضغط أنه صارت لجنة تحت توافقات وبدينا فعلا في العمل يعني فيها، وصلنا في بعض نقاط خاصة بالحقوق والحرية أن اتفقنا يعني على خلاف دعم ونص اتفقنا عليه في نهار ووضعنا عليها وضعنا متها كل المشاكل اللي فيه ولا الإخلالات اللي فيه تحل تقريبا. هذا هو آراء بعض السياسيين في اعتصام الرحيل أو في المنادات بالرحيل. سيد كمال، البعض قال في الفيتير أنه هذا طلب مشروع ولا بد منه، والبعض قال أنه إعلان على انقلاب على المسار الديمقراطي. ارحل في ظل حكومة موجودة، في ظل مجلس تأسيسي موجود، شنو نجمو ترجعوا للكلام هذا؟ أولا لابد من الإشارة وأنه اعتصام الرحيل اللي موجود في باردو واللي موجود في أكثر من جهات البلاد يعتبر رد سياسي على حالة الاغتيال الأخيرة والاعتصام، هذا اعتصام الرحيل وحتى أسبوع الرحيل. راهو أسبوع الرحيل مش معناها بشي يدوم 6 أيام وسبع أيام، أسبوع الرحيل هو معناها مزيد مواصلة النضال، ولن تتراجع لا جبهة شعبية ولا جبهة الإنقاذ إلا بعد تحقيق أهداف الاعتصام الرحيل اللي هما يتلخصوا في جزء أهداف: أولا حل حكومة الترويكا، واثنين حل المجلس التأسيسي والاستعاضة عن حكومة الترويكا بحكومة كفاءات مصغرة لا يتجاوز عددها 15، حكومة متطوعة ولا تترشح للانتخابات القادمة. نحن علاش نطرحوا حلين الحكومة؟ من اللي سأل أن يسأل. الحكومة والحقيقة منذ وصول حركة النهضة إلى دفة الحكم سارعت إلى في خطى حثيثة إلى الالتفاف على الثورة، ناهيك وأنها أرادت أن تبسط يدها على القضاء وذلك عبر الهيمنة على النيابة العمومية. حركة النهضة ومنذ وصولها وبعد انتخابات 23 أكتوبر أرادت أن تهيمن على الإعلام، والإعلام تعرفوا اللي هاجموه بين قوسين إعلام العار أو أزلام النظام، وفي مناسبات أخرى معناها الإعلام كان خاضع للتعيينات وفق الولاءات الحزبية. أيضا حركة النهضة جاءت ومنذ وصولها للحكم ما شذتش على الخيارات الاقتصادية اللي ينهجها نظام بن علي، بالعكس واصلت في الخوصة، واصلت في تفويت المقدرات البلاد والشعب، وواصلت أيضا في نفس النهج، النهج التدين، نهج التدين اللي أضر بالشعب التونسي. والحقيقة الشعب التونسي اللي كان يتطلع على الحرية واللي كان يتطلع على الديمقراطية واللي كان يتطلع معناها للتنمية العادلة بين جهات، كان نصيبه هو مزيد من التفقير ومزيد من التجويع. وانا نحب نرجع للفيتير اللي عديتوه من بكري، اكل المشاهد هذيك معناها مازال تو شعب انجز ثورة من بين معناها ثورة 14 جانفي، ومازال تو معناها لا فما ماء ولا فما ضوء في العديد من مناطق الجمهورية. علاوه لانه اهداف وثوره الشعب التونسي راهي متعلقه اساسا بالكرامه والحريه. حتى الحريه ذاتها اصبحت معناها مهدده، ناهيك وانه الفنانين معناها يحاكموا، الصحفيين يحاكموا، وحتى المكاسب هذه الجزئيه راهو شهدنا التفاف 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 عليها. للاسباب هذه كل اعتبرنا انه الحكومه فاشله، وعلى الحكومه حكومه الترويكا بيس كان مطالب عليها أن ترحل لأن القضية البلاد ولت في أزمة،
وما نجموا ننقذوا البلاد، ما عادش ممكن. لكن سي كمال عندكم البديل، هل البديل موجود؟ يعني انا تقولي انت 15 نفر يعني من الحكومه هذه، هل هو حاضر عندكم؟ يعني انا جايك انا طرحت لك علاش فهمتني معناها حمله ارحل. بالنسبه لنا احنا الحكومه عجزت وفشلت، والحقيقه ما فماش حكومه، وعلي العريض اصلا ما عندوش حق يعين ولا تجدد. الولي اللي عينه في صفاقس ما عندوش حق يعين، ما عادش فما حكومه. حكومة فقدت للشرعية والمشروعية، حكومة ما فماش القوى السياسية الرئيسية ماهيش معها. من أفقدها الشرعية؟ عن جايك من أفقدها الشرعية؟ أفقدها الشرعية، هي فقد الشرعية نفسها. هي اللي أطاحت بنفسها، هي اللي بعد انتخابات 23 أكتوبر قالت المجلس التأسيسي باش يدوم عام، توا هون فهمتني معناها قريب العامين، وهي اللي جاءت ببرنامج انتخابي بعد أدار ظهرها للشعب التونسي ومطالب الشعب التونسي، والمجلس التأسيسي، المجلس التأسيسي ذاته تحول إلى بؤرة للتآمر على الشعب التونسي، ولا هو الوكر متاع التآمر، ولا هو الوكر متاع المؤامرات الكل اللي تستهدف الشعب التونسي. طيب سي كمال، معنا سيد مسج معنا على الهاتف سيد الحبيب إدريس، رئيس مكتب حركة النهضة. أهلا وسهلا بك سي الحبيب. مرحبا بك. منذ يومين تقريبا أو أكثر حقا من يومين، أسبوع الرحيل انطلق، الهتافات تتعالى وتقول أنه الحكومة هذه فقدت شرعيتها، كما كنت تسمع الآن سيد كمال قال أنه أصلا سيد علي العريض لا يحق له تعيين ولات أو اتخاذ أي قرار، بما أنه الحكومة هذه فقدت شرعيتها ولابد من تعويضها بحكومة تكون حكومة كفاءات ومختزلة وتؤدي واجبها لإصانة إلى دستور وانتخابات. ماذا تردون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا وللسادة المشاهدين. بداية نحب نقول احنا ما نجموش نحكيه اليوم على بلادنا في ظل واقع اللي تعيشه بمعزل على روح دعوة للتوافق والحوار، والقول أنه المجلس التأسيسي فقد شرعيته ولا حكومة فقدت شرعيتها. نحب نذكر الأخيان اللي يقولوا بالكلام هذا، اللي راهو المجلس التأسيسي هو السلطة الأصلية والحكومة منبثقة عليه، هو السلطة اللي تحدد نهاية أشغالها بانتهاء المرحلة التأسيسية وخاصة العمل التأسيسي اللي تقوم به. ما احناش باش يقوم أي حزب يعطي نفسه حق أنه يعلن عن نهاية الشرعية، كما ما فماش حتى حزب مفرد ولا طرف قادر باش يكون واحد وعطاء بداية الشرعية هذا. ما نجموش نحكيو أنه كل حزب في البلاد متاعنا يجم ينفي الشرعية ولا يعطيها. الشرعية هذه أعطاها شعب، أعطاها من في التأسيسي، نواب منتخبين في انتخابات شهدوا لها الجميع بالشفافية والنزاهة وما إلى ذلك من القيم الإيجابية اللي تشمل العملية الانتخابية. ما نجموش اليوم مجرد أنه على خاطر المجلس التأسيسي مازال ما كانش مهمه، العام راهو ما هوش نص عليه المجلس التأسيسي بعد انتخابه. العام توافق جملة من الأحزاب، وفي ظل تعطيل وتمطيط الشعب التونسي يعرف شكون طرف فيه فهمني. لا قال المجلس التأسيسي نفسه مجبر باش يمدد في أعماله. على كل حال الأطراف اللي تشوف أنه المجلس التأسيسي خذا أكثر من وقته بإمكانها أنها تعاون وتدفع وتسرع بتصير انتخابات جديدة، ووقتها المجلس التأسيسي توا وقت فعله على تاريخ انتخابات ويكمل الشوط الأخير اللي مازال في مستوى استكمال الدستور اللي مازال عليه عامل بعض أسابيع قليلة، أو اختيار بقية أعضاء هيئة الانتخابات أو التوافق حول القانون الانتخابي. وهذا مجموعة نقولوا احنا لو كملنا حملنا، وقت المجلس التأسيسي توفى شرعيته وقتين هو يعلن هو على نهايتها واستكمال الأهداف التي انتخبها من أجلها. طيب حكومة انتخابات اليوم صرح عليها سيد علي العريض، قال أنه حركة النهضة والحكومة هذه مستعدة أن تنطلق في حوار وطني يقودنا إلى حكومة انتخابات توصلنا إلى الانتقال الديمقراطي بسلام. حكومة الانتخابات هذه، هل أنتم مستعدون أنكم
تكونوا يعني تجلسون على نفس طاولة الحوار مع كل الفرق السياسيين وخاصة الذين يقولون أنه هذه الحكومة منتهية منتهت الشرعية وتنادي بأسبوع الرحيل؟ والله موضوع أسبوع الرحيل هذا ولا كي أعتقد نادرة في بلادنا، على خاطر ماك تعرف وعدونا، وعدوا الشعب التونسي باش مش يطيحوا الحكومة ومش يعملوا فيه كذا وكذا، وعدونا بمية الالاف في الوقت اللي مجمع كان 4000، لأن الشعب التونسي ما هوش معني، وقال هذا في عدة رسائل وعدة مناسبات أنه غير معني بأحداث الفراغ والذهاب نحو المجهول والارتماء في الفضاء، مصيره مصير أولاده وبلاده. أما بالنسبة لموضوع حكومة الانتخابات، وأنا راني بالنسبة لنا تم الرحيل كما صار في تونس نهار 24، ومش بتصير حاجة كبيرة في بقية الولايات، لأنه الشعب التونسي اللي فض هذا في العاصمة وتنقل بعد الضئيلة، وحتى بعد الضئيلة نحترمه ونحترمه إرادته، ولكن ما تجمش تكون نكون تحت سيطرة أو تحت ديكتاتورية بن علي ولا تحت سيطرة ديكتاتورية أقلية. ولكن بالنسبة لحكومة الانتخابات وما قالوا السيد عايز يحبس الحكومة، أنا بودي نقول أنه في حركة النهضة كان واضح رئيس الحركة في أنه نقبل مبادرة الاتحاد كمنطلق للحوار، كمنطلق للحوار وأرضية ننطلق منها من غير حوار اللي فيه أحكام مسبقة ولا فيه اشتراطات. أما كانش يولي وقتها ماهوش حوار، يولي إملاءات، يولي اللي يحب يمشي الحوار يمشي بقلب مفتوح وفكه وذهن مفتوح. طيب من أجل البحث على الوفاق. واضح. بالنسبة لي نحن أي نوع من الحكومة توصل لها التوافق الوطني نحن موافقين عليها، ولكن ما فهمناش عندنا في القاموس نتاعنا الحكومة، احنا مازلنا ما جلسناش اللي ما يتفاوضات وما نعرفش وقتاش نجم نتوافقوا على الحكومة الجديدة، نجم نتوافقوا عليها بعد شهر بعد أسبوع ولا نتوافقوا عليها بعد 5 شهور. فهمي لا كيفاش البلاد مشي تمشي وكيفاش نتصور الشعب التونسي باش تتصرف حياته. لذا احنا منفتحين على كل المبادرات من فيها مبادرة الاتحاد، ولكن قلنا كذلك راهو في البلاد فما مبادرات حزب الامان، فما مبادرات قدموا بها شخصيات وطنيه مرموقه ومشهود لها بالكفاءه والنزاهه. جمله المبادرات هذه تتحط صحيح تكون مبادره الاتحاد هي الارضيه التي ننطلق منها، ولكن نجم نقولوا احنا بعد حوار وطني ان شاء الله يكون ناجح نجمع بين جمله من التوافقات في جمله من المبادرات ونشكلوا مبادره وقتها حركة النهضة ستقبل بكل تأكيد. شكرا لك سيد حبيب إدريس رئيس مكتب حركة النهضة بصفاقس أو حكومة واحدة وطنية. شكرا لك سي حبيب إدريس رئيس مكتب حركة النهضة بصفاقس، كنت معنا أحكينا على الحكومة هذه وأنه حركة النهضة منفتحة على كل المبادرات. باش نرجع لك سي كمال يظل عندك ما ترجع على سي الحبيب، لكن باش نمشي مع سي محمد الدين. الحكومة منفتحة على كل الاقتراحات ومادة يدها، وقال سي الحبيب توا أنه إذا كان واحد باش يمشي للحوار لازم يكون يمشي بدون أحكام مسبقة أو شروط أو يزم يده يكون مفتوحة. هذا هو المطلوب في هذه الفترة الخروج بالبلاد من الأزمة؟ المطلوب اولا كان نعرج شوي على بعض اللي تقال تويكا في البلاتو. اولا بما يخص اسبوع الرحيل، الشيء الاكيد اللي القوى السياسيه كلها من حقها باش تقوم بالتظاهرات اللي تراها تعبر على توجهاتها ومطالبها ومطالب القواعد نتاعها الى اخره، دونك الاعتصامات والمسيرات وكذا، هذا من مكاسب الثورة اللي ما نجم حد ينكر. بطبيعة الحال هذا حق من حقوق الشعب التونسي اللي افتكها ما عادش نجم حد يفكها، هذه باش تكون واضحة العملية. لكن بطبيعة المطالب اللي رفعوها المجموعة الأحزاب هذه اللي شكلت مؤخرا ما يسمى بجبهة الإنقاذ، بالنسبة لنا في التيار الديمقراطي موقفنا كان مبدئي واضح من قبل ما يصير اغتيال البراهمي والتو، ما تغير حتى شيء، لأن نظرتنا للوضع التونسي هي عملية الاغتيال ما غيرتش تقريبا حاجة كبيرة. عملية الاغتيال فيها جانب أمني، فيها مسؤوليات أمنية ما في شك، لكن بالنسبة لنا المسار الانتقالي هذا يزم يتواصل ويزم التسريع فيه للوصول إلى انتخابات اللي بيشتعطي
باش تبين للناس شكون اللي عنده الاغلبيه وراي الشعب شنو هو، على خاطر راي الشعب اللي هو صاحب السياده هذا حد ما يعرف تحديدا وبدقه شنو موقف الشعب التونسي الا بالانتخابات هذه معروفه. معناها الاحزاب اللي اكيد عندها شعبيتها، لكن ما تنجمش تفرض مسار على الدوله ولا على الشعب تقول هذا الشيء لازم يصير ولا هذا ما لازمش يصير ولا الى اخره، لان في نهايه الامر اذا كان باش نمشوا للهستوريك معناها الانتخابات الفارطه معروف حجمها لا يسمح لها باش تقرر على الشعب التونسي شنو لازم يصير. اذا كان تعتقد اللي حجمها الشعبي زاد دونك في الانتخابات تو نكتشفوا الشيء هذا، وقت تولي عندها الشرعيه اللازمه لتحقيق اهداف الثوره اللي يطمحوا لها الناس الكل، مع مشاطرتي ديما لراي سي كمال اللي الحكومه هذه وديجا في التيار الديمقراطي ممكن منذ مده حتى كنا دقيقين في مساله الحكومه وحددنا عده وزارات اللي اعتبرناها معناها ما قامتش بدورها اللازم وطالبنا بتغييرها. وكان اقتراحنا اللي حاليا هي الحكومه هذه فيها مجموعه من الوزراء التكنوقراط. اقتراح الحكومه باش نرجع لك من بعد ما نشوفوا المواطنين شنو رايهم في اعتصام من الرحيل، باش نرجع لك اقتراحكم انتوما. اقتراحنا كتيار. لحظه بركه قبل ما نمشوا، كانت تسمحي لي قبل ما نحكوا على الحكومه فيما يخص استكمال المسار الانتقالي، نعتبروا اللي هذايا خيار الشعب ما نجموش نبدلوه، لكن الخيار هذايا ماهوش مقدس، ولو اني ما نشطرش بعض العبارات اللي استعملها سي كمال الوكر وبؤره والى اخره، المجلس التاسيسي يبقى هو السلطه الاصليه المنتخبه، لكن هذا ما يعطيش معناها كارت بلانش باش يعمل اللي يحب، وفما برشا كلام على المجلس التاسيسي مؤاخذات كبيره وبرشا طلبات ممكن طاو نحكوا عليها من بعد ليك. وكتيار ديمقراطي حددنا ما هو المطلوب من وجهه نظرنا، اكيد ما وجهه نظرنا هي قابله للنقاش مع بقيه الاطراف. اكيد سي كمال بعد ما نشوفوا راي المواطنين في الاعتصام الرحيل باش نرجع لك الى اي مدى يتم نجاح المبادرات الوطنيه وتبعات الاعتصام الرحيل. نرجعوا نمشيو نشوفوا المواطنين شنو رايهم في اعتصام الرحيل، فما شكون معاه فما شكون ضد، نكتشفوا بعضنا بعد نرجع لكم. خطوة صحيحة في الطريق الصحيح وإن شاء الله تخلل بالنجاح في الأيام القادمة. هيل يتم الصحة هيل. معناها تنجم تقول أنت بالضغط نتاع الاعتصام هذه نجم تطيح الحكومة؟ نجم علاش لا؟ إذا كان يتواصلوا في الاعتصامات علاش لا؟ الاعتصام هذا طبعا هو جزء من معناها يعني جزء من كل وسائل الضغط على الحكومة من أجل الرحيل وإعطاء فرصة لحكومة أخرى ونفس آخر للدولة هذه باش نشوفوا على الأقل حاجة جديدة. ماذا بيا أصل تهز روحها وتنده من هنا، والله ماذا بيا أقسم بالله. هذا اعتصام فوضى، هذه حكومة شرعية وحكومة فهمتي معناتها تكمل المهام تاعها وحكومة تخدم على روحها، هذوما عباد يحبوا الفوضى ويحبوا يهزوا للبلاد إلى المجهول. أتعس ما عملت التوانسة الكل. أصعب حاجة يمكن احنا نحكيو فيها، خاطر هذا يعمل لنا انشقاق ويبعدنا على بعضنا. الحكومة هذه عندها شرعية ومفروض يخليوها يعطيوها فرصتها، وإذا كان نشحت نعاودوا ننتخبوها، ما نشحتش نعاودوش ننتخبوها. الحكومة هذه شرعية والحكومة هذه قاعدة تخدم على روحها، هم خليوهاش تخدم، هم يحبوا الفوضى ويحبوا الانقلاب ويحبوا اللي صار في مصر، يحبوا يعاودوه لنا هنا، وإحنا بحول الله فهمتي واقفين مع الحكومة هذه. سيبوها تكمل الدستور وبعد كده تعبوا خرجوا علاش؟ انتخبها الشعب هي، تخرجوا فيها علاش؟ خليها تكمل معناتها الدستور نتاعها. دونك يعني احنا كي انتخبناها احنا ما حطيتناش الوقت نتاعها بعام عامين ثلاثه. اذا مش ندبر اعتصامات راهو تونس مش ترجع لتالي، ديجا احنا الديفيز نتاعنا طايح، باش نزيدو نطيحوا اكثر من هكا زايد. صعيب برشا، كان باش طيحها راهي طاحت الحكومه. هذا هو رأي المواطنين التونسيين في اعتصام الرحيل، بعض الآراء طبعا مش الناس الكل. سي كمال، إلى أي مدى يمكن أن تتم إنجاح المبادرات باش نخرج من البلاد من الأزمة هذه؟ شفت رأي السياسيين ورأي المواطنين في اعتصام الرحيل. أنا الحقيقة بودي نعرج على ما قالوا مسؤول حركة النهضة بالجهة، اعتبروا أنه حركة النهضة ما زالت تعاند وتكابر، والمجلس التأسيسي اللي هو السلطة الأصلية صار عبء كبير على الشعب التونسي، معنى آلاف المليارات بصدد معنى الصرفان على المجلس دون نتائج.
ما انا مقدمو حتى شيء في المجلس التاسيسي. اور هو عليه فما لا ما فماش حتى تقدم لا لا ما فما حتى تقدم في المجلس التاسيسي والنجم ترجع معناها الاعضاء المجلس التاسيسي ما فما حتى شيء مكتوب. حتى النسخه اللي باش كانت باش تناقش تم الالتفاف عليها. فك علاش معناها اعضاء المجلس التاسيسي اللي ديجا منسحبين. والحقيقه رحيل الحكومه راهو اصبح امرا واقعيا واقرب للواقع. وما عناد والمكابره هذا راهو ما عندهم من يوصلوا. والدليل تو نستغرب انا نسمع يحكي على 4000 ويحكي على 2000 ونسمع حتى من الضيف مناسي سي ضياء يحكي معناها وكانه الانتخابات الماضيه افرزت واقع سياسي على وكانه الواقع السياسي غير متحرك وما فماش تطورات الاوضاع السياسيه. انا اعتبر انه 6 اوت اللي فيه بشهاده معناها المؤسسات الدوليه اكثر من 468 الف مواطن و13 اوت و24 اوت ومازال راهو الايامات معناها القادمه اللي باش تشهد حشود معناها كبيره مازال هذا راهو رد سياسي ورد جماهيري ورد شعبي على الاوضاع اللي تعيشها البلاد. وخطاب المكابره والمعانده شنو يتلازم معاه؟ يتلازم معاه قضيه المناوره. حركه النهضه بصدد المناوره وقاعده تضيع في الوقت على الشعب التونسي وما قدمتش حتى قيد انمله. والحديث على المبادرات ما عنده حتى معنى. أو مبادرة الحزب الفلاني أو مبادرة الحزب الفلاني شو نعمل كمال معناتها نرفض المبادرات ونقبل مش نرفضه مناورة لإضاعة الوقت على الشعب التونسي. الشعب التونسي ما يهموش أرقام ودخول أي مش أرقام والشعب التونسي كيفاش ياكل يشرب أمن واقتصاد بالضبط والشعب التونسي ما يهموش حوار عقيم ما يجيبش نتائج. حاور كيما حاورنا قبل والنتائج ما فهمش. الشعب التونسي يطالب اليوم أنه الحوار راهو معاش نجم فهم مجال نتاع حوار معاش كونش نتحاوروا. لكن الناس كمال لهنا حسب بعض مانيش باش نقول لك يعني نقول لك السياسيين شنو يقولوا وشنو اللي يصير توا اصلا في وسائل الاعلام انه فما من دكتاتوريه 7 من نوفمبر تولينا دكتاتوريه الشارع دكتاتوريه يعني الاعتصامات ما عادش فما قانون في البلاد نهبطوا نجيشوا في الشارع ونوليوا نحكيوا على شرعيه. هو سيدي قال لك هذاك مكسب لا يمكن التراجع عليه. حق التظاهر السلمي وحق الاحتجاج السلمي هذه من احتجاجات سلميه وتظاهرات سلميه. ما نجموش نقصوا بقى راهي المناورات هذه لشنو تهدف؟ تهدف لفك الوحده اللي صايره داخل معناها جبهه الانقاذ من ناحيه وتهدف لفك الوحده اللي معناها يستغربوا تو التقارب اللي صاير بين احد ابرز المنظمات الراعيه للحوار اللي هي منظمه معناها منظمه الشغيله ومنظمه الاعراف. التقارب اللي حاصل هذا معناها غير منطقي وغير طبيعي في اذهانهم. في حين انه رهاجي حاجه موضوعيه الحكومه ما عادش عندها ما تقدم للشعب التونسي. لا في الميدان السياسي ولا في الامني ولا في الاقتصادي ولا في الاجتماعي. كيفاش نخرجوا من البلاد الازمه هذه؟ كيفاش نخرجوا من البلاد؟ اولا يلزمنا نتوافقوا اللي البلاد تعيش ازمه ومؤخرا صرحوا وتكرموا اللي البلاد تعيش ازمه. بعده. اي خاطر قبل ديما فماش بلاد ازمه، ماك تعرف الديكتاتورات في العالم الكل ديما حتى اللي نطيح 4 ساعة الاخر لاباس مؤخرا اعترف فما ازمه. الاعتراف بانه فما ازمه بالنسبه لنا احنا مسؤوليتكم انتم السياسيه. نحن نطرحوا كيفكم كيف الحكومه شو لازم يصير؟ شوف نحن شنو نطرحوا بالضبط. نطرح حكومه انقاذ ما فيها حتى واحد متحزب. لكن باش تستغرق اكثر وقت في حسب تصريحات. لا حكومه تقريبا قلت البارح سيد رشاد الغامشي قال اذا كان فما حكومه جاهزه ما يسالش ناخذ رايك باش نسمع رايك. حكومه انقاذ غير متحزب متطوعه عليه لازم الوزراء معناها 60 و70 ويخلصوا 4 ملايين و5 ملايين نعمل حكومه متطوعه وحكومه كفاءات وفي المقابل معهم لجنة لصياغة الدستور اللي تنجم تنجزه في ظرف 15 يوم ورايحك إنقاذ البلاد من الأزمة راهي هي المسؤولية الوطنية. مش لازم نحكيو على تنازلات من كل الفرقاء السياسيين باش نجموا نخرجوا من البلاد. إذا كان حركة النهضة تقول أنا شرعية فماش غيري، الجبهة الشعبية تقول أو جبهة الإنقاذ تقول لازم نسقطوا الحكومة ما عندناش حتى خيار آخر ولازم نصبوا حكومة أخرى لهنا مش هو اللي تعصب زادة. شوف جبهة الإنقاذ هي رئيسيا قبلت بمبادرة الاتحاد مش كما أشار معناها السيد راشد القنوشي وبعد بربع ساعة هبطوا بلاغ قالوا مش صحيح. جبهة الإنقاذ ممكنها تتعاطى مع مبادرة الاتحاد اللي مبادرة الاتحاد فيها حلال الحكومة وحكومة كفاءات والمجلس التأسيسي
عنده مدة زمنية محددة تكون لإنجاز المهمة الرئيسية المتمثلة في صيغة الدستور. طيب. وراه التوافق. باش نعطيك رجع واضح. نكمل الفكرة. راهي حكومة وحدة وطنية. وراه الدعوات للحوار قبل ما تحل الحكومة راه ما عنده حتى معنى. حل الحكومة وإجا نتحاور ونحن ما نشلفش نقص ولا حركة النهضة. لا اي حزب لا غيره. حل الحكومه يعني تحمل مسؤوليتك حل الحكومه واعلن الفراغ اللي باش يحدث. فما حكومه تصريف على الحكومه هذه تو تبقى حكومه تصريف اعمال جمعه 15 يوم لنشكل حكومه اخرى بالتوافق بيناتنا بالنقاش بشرط ما يكونش فيها حتى حزب. يعني الاحزاب حط حكومة كفاءات. يا اخي تونس ما فيهاش كفاءات، فيها العشرات من الكفاءات اللي نجموا يقودوا تونس الى بر الامان. مش فهمتي الاحزاب؟ واضح. ما هو الاقتراح قبل انت قلت لي ما هو المطلوب حقيقه في ظل الازمه هذه؟ والتيار اعطى مقترحات عده باش نخرجوا من البلاد هذه من الازمه تاعها. التيار ما بالنسبه لنا ماناش معنيين بالجبهات هذه. احنا ما انخرطناش لا في جبهه الدفاع عن الشرعيه وتجيشها للشارع، كنا ضد استعمال الشارع في الوضع الحالي، ولا في الجبهة الإنقاذ هذه. ما هو الحل؟ لأن ما نعتبرش اللي عملية تجيش الشارع ولا المظاهرات هذه باش تغير حاجة فعلية، لأنه تغيير أي وضع يتم إما بالانتخابات إما بالاتفاق الحوار الوطني. الشارع يعبر على رأي، يعبر على غضب، يعبر، هذا كله عادي ومقبول ويزم يصير يا أخي بالعكس. لكن التغيير راهو تغيير المسار، تغيير الوضعية، تغيير تحسين التطوير إلى آخره، تغيير الحكومة. هالمسائل هذه كلها يا إما تصير داخل المجلس التأسيسي يا إما تصير في طاولة حوار. ضرورة الإبقاء على المجلس التأسيسي ما في شك. المجلس التأسيسي ما عندناش بديل آخر حاليا، لانه هذاك السلطه بالنسبه لكن المحافظه على المجلس التاسيسي مش معناها باش يواصل بالنسق العمل اللي كان نشوفه فيه. ديجا مثلا التيار من مطالب من النقاط اللي طرحها لتحسين اداء المجلس التاسيسي تغيير المقرر العام وتغييره من شخص من بشخص من حزب غير الحزب اللي ينتمي ليه المقرر الحالي، تحديد معناتها الكالندري شنو الحاجات المستعجله اللي يلزم يسرع بها المجلس التاسيسي هذايا وتكون بالوفاق اكثر منها حاجه اخرى. فيما يخص فما حاجات ممكن المخاوف شويه المخاوف اللي طرحها مثلا سي كمال ولا تطرحها الجبهة الانقاذ ولا غيره. صحيح الناس كلها فما مخاوف مشتركه راه. يعني ممكن ما عنديش هكل وذكر كلمه النهضه برشا مرات في كلامه، معناها هذا شيء معروف ما بين الجبهه والنهضه. بالنسبه لي مشكلتي اللي الصراع اللي نسمعوا فيه توا اللي احتل واخذ حيز كبير من وسائل الاعلام صراع سياسي وسياسوي اكثر من حاجه اخرى. المواطن التونسي راهو اولوياته حاجه اخرى، مش الشيء المطروح حاليا. المواطن التونسي فيما يخص الانتخابات مشكلته او مخاوفه ان الانتخابات هذه يتم تزويرها بطرق مبتكره، طرق مش بالضروره الحكومه، لان نعرفوا الاشراف على مش الاداره تشرف على الانتخابات. حاب تزب شويه خاطر ما عشنا برشا وقت باش نعطيك كلمه. فما مساله هامه جدا فيما يخص الانتخابات اللي هي تمويل الاحزاب، تمويل الجمعيات، الشفافيه الماليه. طيب. اللي هي تنجم تغير هذا ما تطرحش. كلمه اخيره الشيء هذا ما تطرح، ما سمعناش من جبهه الانقاذ. طيب. ومن النهضه من زوز اطراف ما سمعناش، واللي هم زوز اطراف اللي عندهم برشا فلوس قاعدين نشوفوا فيهم ما همش حريصين على الشفافيه هذه. طيب. اللي هي خليك نجم تغير مسار الانتخابات لان الاداره اي لا لا شوف ما الحقيقه شنو معناها جبهه شعبيه مش حريصه على الشفافيه. من برامجنا نحن قضيه فهمتني تمويل الاحزاب والتمويل العمومي نعتبروه فهمتني قضيه رئيسيه، والانتخابات الانتخابات على انتخابات الحكومه والمجلس التاسيسي. الانتخابات لازمها تكون بالنسبه لنا. لا يمكن الحديث عن انتخابات في ظل حكومه تعين الولايات تبعينها وتعين المعتمدين تبعينها وتعين العمد تبعينها. فيما يخص التعيينات كلمة تصرف في كمال خاطر ما عشان شخص علينا هما لونتين. شكرا لكم، حابين نكملوا لكن هذا هو آخر الحلقة بتاعنا. نحكي وإن شاء الله مرة جاية عنا نهار السبت عنا مش نحكيه على أنصار الشريعة ومعاقل السلفية وبلفات إن شاء الله باش تكون موجودة نهار السبت الجاي. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. تقابلوا في رجع الصدى.
الأسبوع القادم. إلى اللقاء.